لطالما ارتبطت الأسواق بالحركة التجارية وحركة البيع والشراء، وهي مقياس لا يخطئ لقياس رفاهية شعب ومستواه المعيشي. هنا في أسواق كردستان وفي شوارع السليمانية، كل يقرأ من عنوانه: جلوس على مقاعد الطرقات، باحثون عن عمل في غياهب المدينة. فالأمس غير اليوم، واليوم لا يكشف عن ما يحمله الغد. ففي الأمس نفط وانتعاش اقتصادي وحركة تجارية ومعابر مفتوحة، أما اليوم فرواتب مقطوعة وأوضاع سياسية مشحونة وميزانيات منخفضة، وغدا لا يقل تشاؤما، والبقية الباقية من الناس تحاول التأقلم مع قدرتها الشرائية المنخفضة والبحث عن حاجاتها بأقل الأسعار. وما أسواق الملابس الأوروبية المستعملة أو المعروفة باسم البلات سوى أفضل الحلول برأيهم؟ الحالة الاقتصادية تأثرت في كردستان بسبب أنه عدم استلام المواطن للرواتب، فأكثر المواطنين قاموا يلجؤون من شراء الجديد إلى شراء الأشياء المستعملة. أصحاب تلك المحلات باتوا يدركون الأوضاع ويحفظونها عن ظهر غيب، فهم يدركون أن مصائب قوم عند قوم فوائد، ويعلمون أنهم ملجأ من تقطعت بهم الرواتب وتدهورت أوضاعهم، إلا أنهم لا يخفون في الوقت نفسه خوفهم من أن يأتي الدور عليهم. بسبب الأزمة الاقتصادية أغلب الناس تلجأ إلى سوق البالات لأسعارها الرخيصة، وهي نتيجة الوضع المادي المتدهور للناس. وهناك محلات أغلقت أبوابها بسبب الركود التجاري بالأسواق. العارفون بالخبايا والمحللون للأوضاع الاقتصادية يدقون ناقوس الخطر، فالدورة الإنتاجية باتت في خطر. كثير من المصانع أغلقت وأغلب المستثمرين غادروا بعد أن جمدت المشاريع في ظل صعوبة الحصول على العملة الأجنبية. فاقتصاد كردستان اقتصاد ريعي يعتمد على النفط كمدخل أساسي، فيما تشكل السياحة والخدمات رقماً ليس بالسهل في الناتج القومي. بسبب ارتفاع نسبة الموظفين من إجمالي السكان الإقليم وعدم استلامهم لرواتبهم كاملة بشكل كامل يعني شهريا، وتأخر بذات الوقت تأخر استلام الرواتب، هذا أثر سلبيا على مستوى الطلب الفعلي، الطلب الفعلي الرغبة مع القدرة الشرائية. ولوقت تحل فيه الأزمة يبقى سكان كردستان العراق بشيبهم وشبابهم بنسائهم وأطفالهم يبحث عن حل فردي لأزمته في كومة من المشاكل حتى يعبر بأولاده بر الأمان.